ممثلة سورية دخلت معارك سياسية بسبب رأيها خسرت حياتها الزوجية. جميلة وأنيقة وبتحب تلفت الأنظار. قلت الشعب السوري لا يستحق الحرية ولا بشار. أكتر من عمل ضاع منك بسبب تحرش المنتجين بيكي. لا أنا أرفض السؤال ده. أي حد يقرب أقطم رقبته. قلت له روح روح بلا رجع. ليه تبريتي من أختك يا سوزان؟ صوتك غنى مال السكان. محمد منير ما طلبكيش للجواز وانت رفضتي. ينفع العمدة يتعمل فيه كده؟ يا لهوي بالي بقى العمدة. يا لهوي بالي. برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إناس الدغيدي الموسم الخامس يومياً في رمضان الساعة 6:25 مساءً والإعادة 6:12 صباحاً حصرياً على القاهرة والناس.